السلام عليكم طلاب الأعزاء، المرحلة الرابعة قسم الصيدلة كلية الجامعة. اليوم نتحدث على موضوع الدرماتولوجي كونديشن بارت 1. أول حالة هي الأكزيما الدرماتيتس، كما تلاحظون بالصورة هو الدرماتيتس هو انفلاميشن اوف سكين، التهاب بالجلد. Characterized by itchy erythematous vascular weeping and crusting patches، معناها اكو بقع حمراء مع حكة مع قشرة، وقد تكون مصاحبة لها يعني اثار weeping on the skin. اكو اكثر من تسمية، اما نسمي اتوبيك ديرماتايتس او اتوبيك اكزيما، هذول بالمرضى الاطفال هم مثل 20%، لكن بالكبار اكو نسبة 2 إلى 10%. ويعني نطلق الترميتاس من اكيوت كونش، حالات يعني الاكيوت، اما حالات الكرونيك المزمن هي الاكزيما. والدرماتيتس او الكونتاكت ديرماتايتس هو ريزلت فروم external prostrating factors. symptoms، أعراض اللي تظهر على مرضى الأكزيما أو الدرماتيتس في بداية الأمر: رش طفح جلدي typically present as dry flack skin على منطقة جافة مع قشور، هاي that may be lead to the inflammation and have small red spot، راح تكون ملتهبة وتظهر هذه السمول سبوت، يعني سبوتات حمراء، بقع حمراء. بالادفانسد ستيت او بالسيفير كيسز يمكن سكير راح نشوفه كراكت اند بيشقق، يصير اوزنج اوف فلويد اند سم تايمز بيكام ثيكنت. This consider as severe cases and needed referral. Not signs symptoms of the mild to moderate eczema. قلنا المايلد نقدر والمدري نعالجه بالفارماسيست باي او تو سي ميديكيشنز. assessment according to the age and distribution of the rash with this varied with the age، راح تختلف حسب الاعمار، الانفنت الرضع، الوايت تشيلدرن، البلاك اسيان تشيلدرن، الادلت. راح يعني نرى حالات الاطفال تظهر في مناطق تختلف عن مناطق الوايت عن البلاك عن اسيد تشيلدرن عن الادلت. الراش هاي قد كوزد باي فنجل انفكشنز، يعني وهذا يسوي لنا كومبليكيتد بالحاله، وتظهر خاصه بعض المناطق الاريا especially in women under the breast and maybe in the crown، بالافخاذ and armpits، يعني تحت الأبطين. الأكيوبيشن، قد يصاب المريض ويا الدرماتيتس حسب مكان عمله أو تعرضه إلى يعني allergic or irritant agent. So that in case of contact dermatitis may be caused the substance that irritate the skin and spark off allergic reactions. While in case of irritant contact dermatitis that caused by prolonged exposure to the water wet work، يعني منطقة يعمل بها تكون رطبة، كثير التعرض إلى المياه أو substance may be included alkaline cleansing agent decreasing agent solvent and oils. هذول هم المرضى اللي يعني تصابهم حالات هم نتيجة عملهم أماكن يتعرضون بها دائما إلى oil solvent decreasing or alkaline cleansing agent. هذا يكون أما direct or indirect، يعني direct قد يكون damage the skin و lead to the problem of irritant contact dermatitis. عندنا اكو نوع من النابكن درماتيتس، هذا شفناه احنا، لاحظناه بحالات التراش او حالات النابكن راش، اللي هو يعني نوع من الاريتنت درماتيتس از
and complicated by اما bacterial او fungal infections. النوع الثالث اللي هو allergic contact dermatitis, هذا يعني patient allergic to some substance مثل السيمين, النيكل, الرابر, الريزنز, الدعي, الاصباغ, بعض النباتات and also oxidizing and reducing agent. In this table we show the difference between the irritant and allergen that precipitated the dermatitis. So irritant that precipitated the irritant contact dermatitis such as detergent, soap, solvent, abrasives, oil, acid, alkali including cement and reducing agent and oxidizing agent, while allergen that can be precipitated allergic contact dermatitis, nickel الموجود بالجواهر and الكرومات الموجود بالسمنت, topical corticoid يعني over uses أو الدوز العالية, الكوزمتكس كذلك الهير دايز, البريزرفيتيف, النيل فارنيش اند ريزن اللي هي يعني استخدام الكوزمتكس يعني اصباغ الشعر, العطور, يعني مواد الحافظة, النيل فارنيش طلع الاصابع او العفو اظافر الايد او القدم اكثر شيء, الريزنس يعني المواد الصمغية هنا ايضا, الرابر, الاشياء المطاطية, قلنا نرجع نقول الاصباغ, المواد الفورمال تاعت الايبوكسي ريزنس كل ذا maybe and use the problem of the either allergic or irritant contact dermatitis. طلاب الاعزاء نوصل الى هذا السلايد اللي يتحدث عن الهيستوري اوف هاي فيفر او اسما. نعرف انه اكو كثير من الحالات اللي مرضى اللي يعانون من الاكزيما هم مصابين سابقا يعني allergic rhinitis او اسما, وقد تزداد هاي الحالات خاصة بالهاي فيفر سيزن, ونسمي هاي النوع من الاكزيما يسموها اتوبيك اكزيما. لذلك الصيدلي دائما ياخذ الهيستوري من المريض يعني حول بعض الاعراض اللي كانت ظاهرة عليه او بعض الامراض اللي انصاب بها يعني بالهيستوري مالت المريض. التريكال فاكتورز هنا يعني اكو حالات يعني مثلا هاي فيفر سيزون اكو موسم حمى القش, هذني اكثر الحالات اللي زايدنا يعني حالات الاكزيما وال او الترميتايتس, الهاوس داست, الانيمال دنتال, فضلات الحيوانات والغبار الموجود بالبيت, بعض من المرضى اللي هم يعني طبيعتهم عندهم allergic reactions to these يعني factors. كذلك استخدام الصوابين والديترجنت بشكل عام يجفف الايد, او التعرض للكولد وون تيارات هواء كان بيأجريفيت ذا كونديشن, يعني واحد يطلع مثلا جو بارد او يظل في منطقه يتعرض الى جو بارد يعني قد يصير عندنا اريتيشن للسكين. كذلك يعني ارتداء بعض الملابس, بعض المرضى يعني هم المصابين بهذا الاكزيما الوول ماتيريال كان بيريتيت ذا سكين يعني بها نوع من الصوف. كذلك بعض المرضى عندهم تحسس من شرب الحليب, الايجز, الفود كالرينج ايجنت, يعني اكثر شيء الناس اللي هم اندر بريشر للستريس عندهم ايموشنال فاكتور اند وري دائما قلق, هم هذول يعني اكساسربيت ذا اكزيما. اكو ناس اللي يستخدموا انتيسبتيك بتراكز عالية ايضا يسوي اريتيشن للسكين, او اضيفه بالباث ووتر يعني حمام الماء يعني ايضا يسوي اريتيشن للسكين. ميديكيشن اندو ذا بروبلم اوف ذا اكزيما او ديرميتايتس such as topically applied local anesthetic, antihistamine, antibiotic, antiseptic topically can all induce the problem of the allergic dermatitis. Maybe
اوفر يوزنج او دوز المعطات تكون عاليه قد تسبب لنا هذا النوع من الالرجيك ديرماتايتس. الكونديشن ذات نيدد ريفيرال، يعني نحن دائما نتحدث عن اكو انفكشنز اذا صاحبت اعراض الاكزيما اللي هي ويبينج كراستينج سبرينج بلنينج ماست بي ريفيرال. اولسو بحالات السيفير كونديشن نشوف بادلي في شارت كراكت سكين بليدينج ماست بي ان ذيس كيس ريفيرال. فيل ميديكيشن كما تعرفون اذا اكو علاج وما صار استجابه، اذا يعني عندنا previously diagnosed as eczema وصاب بالجديد وماكو فد يعني no identical cause من الاسباب اللي قلنا عليها يفضل نسوي ريفيرال تو ديرماتولوجيست. اذا بقى هاي الاعراض يعني استمرت اكثر من اسبوعين يعني هنا لازم ايضا نسوي له ريفيرال. تريتمنت تايم سكيل، يعني احنا هنا لازم نحدد انه المايد والمودريت اتوبيك اكزيما اريتنت الرجيك ديرماتايتس شود بي ريسبوند تو سكين كير اند تريتمنت وذ او تو سي برودكت. سو اف نو امبروفمنت افتر 1 ويكس نو موفمنت، يعني اعطينا علاج وماكو فد استجابه ريفيرال تو ذا ديرماتولوجيست. ال يعني الأدوية المستخدمة بحالات الـ OTC product for management these cases اللي هي mild to moderate، أما emollient corticosteroid and clobetazone. بشكل عام أما موجع شكل cream أو ointment الأفكت مالته هو to soothe the skin and reduce the irritation and also prevent the skin from the drying. So act as a protective layer. إذا هنا هو يرطب لنا المنطقة، يقلل لنا الإريتيشن، يعني يمنع لنا جفاف الإيد، يعني يستخدم كبروتكتيف لاير كمنطقة حامية للجلد. اما نطيه دايركت تو سكن او يعني نضيفه في باث ووترز. وبشكل عام هو يعني الايمولينت يسبب لنا هايدريت اند مويست للسكن، ويعني اكو انواع من البريبريشن مالت الايمولينت. اكو نوع اللي هو جريز بريبريشن اللي هو الوايت سوفت بارافين هو يكون موست افكتيف، وهذا نطيب حالات اللي عندهم فيري دراي سكن، يعني عندهم جفاف كلش قوي بالحالات الجلد. البيشنت بريفيرنس از فيري امبورتنت اند بلاي ا ميجر بارت بالكومبلاينس وذ ايمولينت تريتمنت، يعني لازم نرضى المريض على استخدام نوع الايمولينت مهم جدا. قد بعض يعني الحالات يكون ان اكسبتبل ميبي سيلكت ذا بيست وان. هذا السلايد صور عن نوع انواع معينه من الايمولينت different type قلنا اللي هي سبب لنا as a protective يعني layer صرنا لحاله الموست ان هايدريتد ذا سكين، تمنع الاريتيشن، تمنع من بقاء يعني الجلد جاف ترطبه، واتصور موجود يعني هاي الانواع في صيدلياتنا. المانجمنت ايضا ضمن التوبيكال كورتيكوستيرويد، واكو عندنا ادويه الهيدروكورتيزون موجود على شكل كريم اويتمنت، وايضا الكلوبيتازون 0.05 كان بي يوز يعني او تي سي فور ليميتد رينج اوف انديكيشن، يعني نستخدم توبيكال هيدروكورتيزون اكثر من الكلوبيتازون في حالات الاريتن الارجيك ديرماتايتس الانساكفيتس اند مايلد تو مودريت اكزيما. لكن كونت اندكيتد بعض الحالات اللي صار بها السكين مثل الاثليتس فود اند كولد سور الاكني اون ذا فيس اند الانجيو جينيتال ايريز. اعمار الاطفال اكثر من 10 والادلت كان بي تريتد، ولازم يكون اكثر من اسبوع يعني by the topical corticosteroid by the clobetazone
نعطي short term أيضا for control the eczema dermatitis in people 12 years and over. يعني الانديكيشن مالته بالاتوبيك البرايمري ايرتن الالرجيك ديرميتايتس، وهنا نسوي اكسكلودد لل سيبوريك ديرميتايتس يعني التهاب الجلد الدهني. يعني هنا يعني مهم جدا انه نوضح انه نقدر نعالج الحالات اللي هي مايلد والمودريت الالرجيك ايرتن اتوبيك اكزيما، لكن حاله استخدام بعض الحالات قد يكون غير محببة أو تمنع استخدامها، اللي هي أثلاثيس فود الكولد سور بالأكني وبالأنجيوجينيتال أريا المناطق السنسيتيف معينة. أيضا الكلوبيتازون ما يستخدم، يعني يستخدم كل الأنواع ما عدا نوع اللي هو السيبوريك ديرميتايتس. كده أوضح لكم معنى انواع التوبيكال كورتيكوستيرويد موجوده اللي هي بيتا ميثازون كلوميتازون. يعني الاسماء التجاريه هنا اكو هواي من عندنا بالسوق العراقيه، لكن اختارت هاي الصوره لكم. اكو ديرمافيت، اكو بيتا مافيت، اكو ديرماسون، هذا الانواع. اكو كومبينيشن يعني اشوفوا انتيبايتيك بالفيوسي كورت، يعني هذا سامبل على انواع topical corticosteroid. أيضا عندنا علاج الأنتري فيورايتكس preparation can be used for management حالات الأكزيما، خاصة أن أكو نوع من الأعراض اللي هي itching أو itch of eczema. Must be treated with anti pruritic preparation، وهذا not histamine related، يعني ذلك يعني ما يفضل استخدام anti histamine. سيبنا sedations جماعة sedative أكثر شيء، لذلك نستخدم هذا الكالامين او الكروتاميتون كان بيوز از كريم او لوشنز نضع على يعني جلد المريض. وكان اكو يعني او موجود العفو كومبينيشن وذ هيدروكورتيزون وان يوز فور حالات الكونتاكت ديرميتايتس اللي هي ريدنت والرجيك والانسكتس او الستينكس لدغات الحشرات، يعني المايلد اند مودريت اكزيما. هذا السلايد راح نشوف انواع من الادويه المستخدمه في علاج الديرميتايتس، كان يكون كونتاكت ديرميتايتس الرجيك او ريتنت او اذر تايبس. راح نشوف الهيدروكورتيزون الكريتاميتون اللي هو اسم تجاري يوركس والكالامينه، قد موجود عندهم ايضا كومبينيشن تستخدم في علاج يعني حالات الحكه المصاحبه للاكزيما. الحاله الثانيه هي الاكني حب الشباب. This resulted from the inflammatory disease of polyspecies follicle that causing common purples and pustules on the face as 29% of cases or in chest 60% or in the upper back 15%. اذا هو يعني التهاب راح يصاب لمنطقه بالبايلو سبيشيز فوليكيولز، ظهرتنا بثور وقشور على الوجه او قد تظهر على الشيست او على الابر باك على يعني بالظهر الجهه العليا. وذول الانسيدنس مالته اكثر شيء بالتنيتشر از فيري هاي اند رينج فروم ذا مايلد تو مودريت تو سيفير. حالات المايلد احنا اللي نعالجها مايلد اكني، لكن حالات المودريت تو سيفير يعني تحتاج ريفيرال لانه تصاحب ويا اعراض الدبرشن اي الكآبة. ايديولوجي هرمونال تشينج ذات اكر دورينج ذا بيوبرتي او الادلهود فود سبيشالي ذا برودكشن اوف اندروجين اند ثاوت بي انفولف از كوز اوف اكني انكريز بالكيراتين اند super production during the adolescent are thought to be an important factor. The high amount of keratin lead to plaque follicle and formation in microdermis. The microdermis can be
develop non-inflammatory lesion in condon, which may be open blackhead or closed whitehead, and in advanced stage may be convert to inflammatory lesion, pustule or nodules, and excess sebum encode the growth of bacteria, particularly the Propionibacterium acne, which are involved in developing inflammatory lesion. Finally, the grading of acne may be classified to 3, mild, moderate, and severe. إذا وضحنا الكلينيكال فيتشر، الأعراض اللي تظهر على الأشخاص اللي عندهم أكني وحالات المايلد أكني أكثر شيء، نشوف تبدي هي open and closed condoms with a small number of active lesion and maybe يعني in advance تتحول إلى black head and white head with a very few inflammatory lesion، وهذا نسميه condinal acne. وأكثر الحالات راح نشوفها يعني عندنا مرضى الأشيان and Afro-Caribbean patient، يعني اللي هم شعوب آسيا وأفريقيا والبحر الكاريبي. وكذلك الناس اللي يعملون بعض الجوبز اللي خاصة قلنا بالمصانع أو في شركات النفط اللي ما يكون long term contact with oils، دول more يعني susceptible to the problems of the acne. يعني دول احنا دائما حالات يصير عندهم حالات يعني mild to severe cases، وهنا تحتاج يعني يكون درماتولوجيست موجود لمعالجة هكذا حالات. Patient assessment. The assessment of the patient according to the age، عمر المريض. قلنا الأكني أكثر شيء يصير بال teenagers years، and the most common onset malta at adulthood and puberty، يعني at سن البلوغ. الأكني كان persisted from few months to several years، قد يعني تبقى مستمرة عدة أشهر عدة سنوات. قلنا قد تتجاوز يعني مرحلة ال puberty أو adulthood and maybe continue the until the late teens or even early twenties، يعني نهاية يعني العشر خلينا نقول من 19 بدايات العشرينات. بشكل عام الأكني extremely rare in young children and babies، يعني دائما حالاتها تكون باليانج تشيلدرن كلش قليلة، وهذا لازم إذا ظهرت نسوي لها referral، يعني maybe related to androgen secreting hormone producing tumor may be responsible for appearance of acne in these يعني patients. بعلات الالدرلي يعني اللي هم later than teenagers may be related to drug therapy and drug induce the problem of the acne or occupational factor، وقلنا دول اللي يشتغلون يعني شركات النفط. يعني maybe in some cases الأكني worsened before or during menstruation in some women and this related قلنا الهرمونال disturbance، يعني change بالبروجستيرون level قد يكون ازداد أو يقل. بالنسبة إلى severity of the acne، إحنا تحدثنا سابقا إنه موضوع المايلد أكني كان بي treated بالأوتوس ميديكيشن، لكن في بعض حالات السيفير كيسز اللي هي نشاهد المنطقة بها swelling due to the closed condoms and overproduction of the sebum that lead to rupture and discharging its content under the skin surface، يعني تتجمع تحت الجلد، هذا ال overproduction لل sebum أو كيراتين، وبالتالي هنا راح يصير inflammatory response قد يكون not severe، تظهر بس small red bubbles قلنا أو يعني تظهر بشكل قليل أو تكون بشكل واسع more severe acne، وهنا راح نشوف ال angry looking red pustules، وتحتاج referral لأنه نحتاج هنا نوصف topical أو systemic antibiotic، وإحنا ما نقدر نعطي antibiotic إلا عن طريق الجي بي أو specialist هنا اللي إحنا نسميه dermatologist. المناطق الأفكتد أريا اللي هي تنصاب هي الفيس، النيك، السنتر، الأبر، الشولدرز، كلهم هاي المناطق أكثر شيء بيها السبيشاس جلاند، الغدد الدهنية اللي تفرز لنا هذا
بشكل عام السي بي ام اذا كان يعني اوفر برودكشنز واكو فت صار رابتشر قلنا وديستشارتنج ذا كونتنت صار عندنا هذا البلاك هيد او الوايت هيد كومبوندز. احنا الديوريشن هنا بشكل عام الاكني اذا كان فتره طويله وعالجناه بالاوتوسي وما صار اني امبروفمنت هنا معناه فيلر تحتاج تسوي لها ريفيرال. الميديكيشن اندوز ذا بروبلم اوف اكني كما تعرفون انتم هنا اما لها علاقه بالانبروبريت يوز اوف انفريكوينت ابلكيشن يعني استخدامه اعطاء بجرعه اكثر الميديكيشن او قليله او طريقه الابلكيشن مالته تقلل من نسب نجاح علاج. يعني حاول انك ناخذ بحذر بعض الادويه اللي هي مثلا ليثيوم وفينيتون ذولا ادويه يعالجون الليثيوم الباي بولار ديزيز السايكاتريك ديزيز قد ايضا استخدام الفينيتون اللي هو يستخدم حالات الصرع انتي ابيليبتيك دراجز اندوز ذا بروبلم اوف اكني البروجستيرون ليفونورجستريد والنوريثايسيسترون اللي هو كومبايت اورال كونتراسبتيف بول and use the problem of the acne. يعني صراحة استخدامات الأدوية لعلاج الأكني إذا كانت بصورة غير صحيحة أيضا قد induce the أو complication حالات الأكني. عندنا الحالات اللي تحتاج referral هي severe acne, fair medication, suspected drug and use acne. Also treatment time scale for cases that related to mild acne و يعني قد نستمر حد 8 اسابيع يعني treatment within 8 weeks if not response should be referred to doctors. المانجمنت the general aim of therapy are to remove follicular plaques so that the sebum is able to flow freely and also reduce the number of bacteria on skin and reduce the calm down formation. معناه انه هدف العلاج هو نوخر هاي الانسدادات اللي تكون على مسامات الجلد تخلي هذا السيبيوم الافراز اللي ينفرز من الغدد الدهنيه يعني يخرج الى سطح الجلد. والهدف الثاني نقلل الجروث مال البكتيريا ونقلل الكام داون فورميشن. الاستخدامات اللي الفورميليشن اللي انه احنا نشتغل على السكين فيكون توبيكال حالات الاكني اللي هي لوشن كريم جو. عندنا النوع الاول هو البنزل بيروكسايد وهذا موجود بعده سترينك موجود على شكل 2 ونص 5 10 هذا يمتاز انه هو انتي بكتيريال اول سترينك وانتي كومودينيك خاصه بالهاي سترينك actions ويعتبر the first line treatment for management حالات inflammatory and non-inflammatory. Also it is characterized by keratolytic actions. So هذا increase the turnover of skin cells يعني يزيد لنا نمو خلايا الجلد وهذا بالتالي helping the skin to peel راح اشوف تتقشر وتعاد من جد وجديد. ونستخدمه بالمايلد acne يعني يوميا وبنيوم ويوم وقد نزيدها باسابيع نزيد الجرعه عليها مرتين باليوم. يعني the first few days من العلاج راح نشوف نوع من الروتين in the area يعني احمرار المنطقة وأيضا يكون very يعني slightly sore and stunning, drying and peeling يعني راح يكون آلام وغزات ويعني تقشر راح نشوف في بدايته. إذا هذا الشيء sensitized استمر لفترة طويلة أكثر من أسبوع أو أسبوعين لا لازم نوقف العلاج ونتحول إلى علاج آخر. توضح لنا كل هاي الصور بشكل توضح لنا بدقيق يعني انواع الدوز سترينف مالت البنزل بيروكسايد اكو 2.5 5% و 10% موجود على شكل جل وموجود على شكل لوشن اتصور يعني is very effective for management حالات المايلد اكني. عندنا ايضا بالعلاجات الكيراتوليتيك والبوتاسيوم هيدروكسيكلين سلفيد والسالسيليك اسيد بالإضافة إلى topical nocturnamide can be used for management of mild acne but in case of topical nocturnamide limited evidence of effectiveness related to the side effect of its using maybe into the dry skins or
irritations. In addition, antiseptic, skin wash and soap containing antiseptic agents, اللي هو الكلوروهكسيدين, can be used in this problem, خاصة المايلد اكني. دراسات اكو يعني بعد, بس ايفيدنس ماكو فد الها يعني approved يعني من قبل الجهات العلمية, انه نقدر نسوي decreasing the skin, ازالة الشحوم is يعني very effective in this case, لكن اكو limited evidence بال effectiveness for using this or this product. هذا التيبل يمكن ده يشوفونه عندنا يوضح حسب البنزيل بيروكسيد والنتونامايد. انا اتصور ما وضع البوتاسيوم هيدروكوينينول والسلفيت اند ساليسيليك اسيد. ان اذر سلايد, هذا السلايد راح يوضح لنا انواع الكيراتوليتيك والايجنت اللي هو كوينوديرم, اسم تجاري يحتوي على البوتاسيوم هيدروكوينينول سلفيت, وكذلك اكو النوكتانامايد وانتيسيبتيك والساليسيليك اسيد اللي هو اويل فري اكني ووش, may be using for management حالات المايلد اكني. بالمانجمنت خاصة بالنرفارماكولوجي كان نحتاج انه نعطي نصائح ادفايزز او انستركشن للمريض اللي عنده اكني, نقول له قلل نسبة الفاتي فودز والشوكليت ان ذا دايت, اتعرض للسان لايت بشكل افضل لانه قعده بنيفيشال افكت تسوي بيلينج افكت, اند اولسو ان بلوك الفولكيولز, وكذلك سنو دراينج او ديكريزنج افكت للسكين. كذلك عندنا استخدام الاورو انتي بايوتيك ثيرابي, مثال على ذلك التتراسايكلين المونوسايكلين از كومنلي يوز ان ذيس كيسز, هو اقل ريزيستنس بيتر ابزوربشن, نقدر ناخذ جرعة واحدة باليوم, ويفضل ان تاخذه يعني لازم انه من تاكل لازم تاكل قبل او مي الا قبل او بعد ساعة من اخذ الانتي بايوتيكس, يعني احدى النصائح اللي نذكر بها المريض اللي ياخذ علاج. ايضا هذا انتي بايوتيك الثرمايسين تريميثرين كان بي يوز, هو الترناتيف نبات لل اللي اورال انتي بايوتيكس اللي قلنا عن الدوكساسايكلين, بس هو اقل افكتيف بس يوسفول بالانفلاماتوري اكني. اكو فد كومبينيشن نبات توبيكال ثرمايسين والبنزيل بيروكسيد او الزنك, هو يعطينا اقل بكتيريا ريزيستنس اند افكتيف مانجمنت, يعني يفضل عدم استخدام التوبيكال هيدروكورتيزون بالاكني لانه الستيرويد بشكل عام سنو بنشيتد افكت للاندروجينيك هرمون على السبيشيوس جلاند اند ميكينج ذا اكني وورس, يعني يسوء لنا حاله الاكني لانه راح يسوي زياده بافراز الاندروجينيك هرمون. اكو ميك اب اللي هو هيفي اند كريزي also can be exacerbated the acne, لذلك يفضل نستخدم الووتر بيز rather than oily foundation or paste. كذلك احنا لازم علاج نستمر لمده 6 أشهر بدون قطاع على منطي الماكسيمم افكت. Thank you for all.